حياكم الله جميعا يا أصدقاء، أهلا وسهلا فيكم. من عجائب الأخبار التي قرأتها في الرزق في العلم قصة الإمام عبد الله بن فروخ الفارسي، توفى عام 176 من الهجرة. قال: أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من سليمان بن مهران اللي هو الأعمش، فسألت عنهم فقيل لي غاضب على أصحاب الحديث فحالف ألا يسمعهم مدة. قال: فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه، فلم أقدر على ذلك. فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه. فتحت جارية بابه يوما وخرجت منه فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ فقلت: أنا رجل غريب، وأعلمتها بخبري. قالت: أين بلدكم؟ قلت: إفريقيا. فانشرحت لي وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا هو. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فسارعت إلى الأعمش وقالت فقالت له: إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب، فأمرها بإدخالي. فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته، فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه. تأملوا في تقدير الله عز وجل وفي رزقه لهذا الطالب الذي رزقه بهذا المحدث الكبير حتى يعلمه لوحده. ولا تيأسوا من روح الله ومن رحمة الله ومن رزق الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.